العداد كله ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وأنا ما بتهمني إلا عودي بقدر ما إنه بتهمني بمثل ما جئت به، لأنه ده بفرق لك بين دقن ودقن. الدقون ذاتها ما كل واحد بقت في الزمن ده، ما بقت واحد. في زول تلقى يركب المنبر وساعة باليمين وجلابية فوق، يطلع صف وجه ماسورة كبيرة جدا، طلع برا. وتلقى يطلع المنبر عزب ليه قريب صلبه، وإن الحمد لله يطلع بلاغات ماسورة قلب نايس، طلع برا. عرفتها؟ الدقون ذاتها ما كلها بقت واحد الزمن ده يا ناس، افهم. وإن كانت الدقن سنة واجبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقت أكل عيش وأكل كسرة وعصيدة لأغلب البشر اللي عندهم دقون في الواطة دي، الأغلبية دي الدعوة الوحيدة اللي بيعادوها كده. ورين دعوة قاعدين يعادوها. جماعة التبليغ عندها 6 مراكز داخل تل أبيب، داخل إسرائيل ذاته. الصوفية بيخشوا كده ليه ألمانيا وبيجيبوا اليورو ولا أبصلع داك من ألمانيا يبنوا بيه وقنا حاجات في السوق الشعبي الخرطوم، ما بيزول بيعاديهم. دي الدعوة اللي بيعادوها الناس الوحيدة. ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودية. وإنتوا على الحق اليوم تتنازعوا على الحق، ربنا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ما محتاج لكم، لكن أنتم الفقراء المحتاجين لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كده أنت ما تتلكلك، أنت المحتاج لله، الله ما محتاج لك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فنحن المحتاجين للمنهج ده يا جماعة. وكون ربنا هداك من النصرانية واليهودية والشرك للإسلام دي أعظم نعمة. وهداك في الإسلام للصراط المستقيم دي أعظم نعمة. وعرفت المنهج السلفي دي أكبر وأعظم نعمة. وعرفت أهل التمييع اللي بيقولوا نحن على المنهج السلفي وهو وهم منهم براء، دي أكبر وأعظم نعمة. كون ربنا ما أداك قروش دي ما إشكالية كبيرة، ما أداك صحة وعافية في بدنك ما إشكالية كبيرة، أنت عاين إن ربنا أداك المنهج الصحيح ده.